تواصل الجامعات في المملكة إجراء الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات للعام الجامعي الحالي، وسط عدد من الوسائل المرنة المعتمدة من قبل وزارة التعليم تسهيلاً على الطلبة في إجراء الاختبارات عن بعد. وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً تضمن زيادة درجات أعمال السنة لتصبح 80 درجة، وتحديد 20 درجة للاختبار النهائي فقط بناء على المادة 22 من اللائحة الخاصة بالاختبارات الجامعية. يلتحق بنا من الأحساء مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي. دكتور محمد، أهلا بك معنا. يعني بداية، كيف تسير يعني عملية إجراء الاختبارات للطلاب والطالبات في جامعة الملك فيصل؟ حياكم الله، أهلا وسهلا وشكرا لكم. بحمد الله تعالى تسير العملية بفضل الله تعالى وفضل دعم والرعاية من القيادة الرشيدة. ومنذ أن تمت التوجيهات لتحول العملية إلى المنظومة الإلكترونية، عكفت الجامعة بتوجيهات معالي المدير ومعالي النائب لاستكمال المتطلبات. والاختبارات الإلكترونية لا شك أنها كانت تمثل تحدي، لكن عملت الجامعة بآلية منتظمة وعملت عدد من الخطط الاحترازية وأيضا المنظومة التي ساعدتها. الآن الحمد لله انقضى 9 أيام من الاختبارات، بنسبة حضور بلغت 98% لأكثر من 41,000 طالب وطالبة. أقول استكملت الحمد لله وحققت مستويات جيدة بنسبة انقطاع أقل من 1.5%. وأيضا تم تشكيل آلية لتقديم أعذار الطلبة الذين لم يتقدموا لعدة أسباب، لكن لم تكن التقنية لها أي سبب من الأسباب بفضل الله تعالى. فأقول أنه جميع الأدوات الاتصال المرئي وأيضا البريد الإلكتروني ومساحات التخزين والتطبيقات التعليمية والرخص في البرامج ساعدت بفضل الله تعالى على أن تكون هذه التجربة، صحيح وإن كانت تجربة استثنائية لكنها تجربة ناجحة بكل المقاييس، وقدمت للجامعات مستويات عالية من هذا المجال ممكن أن يستغل مستقبلا في طرح كثير من البرامج التعليمية. كيف تم تأهيل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس كذلك قبل يعني حلول الاختبارات النهائية للعمل على مثل هذه التقنيات والبرامج؟ سؤال مهم جدا بفعل. قبل فترة الاختبارات بأكثر من 4 أسابيع وضعت أدلة إرشادية ودرب عليها أعضاء التدريس، وأيضا تم الطلب من الطلاب معرفتها والتأكد من إتقانهم لها. ثم أيضا قبل فترة الاختبار بأسبوع عملت اختبارات تجريبية للتأكد من ضمان الشبكة وعدم انقطاعها. كما ذكرت أيضا تم زيارة المساحات التخزين والسيرفرات الإضافية لاحتياطا لأي ضغوط على الشبكة، ومن أهمها أيضا وضعت جدولة دقيقة جدا لأعداد الطلاب والمقررات بحيث لا يحصل هناك أي تزاحم على أي فترة من الفترات، وقسم اليوم إلى أكثر من 16 فترة بحيث نضمن أن جميع الطلاب والطالبات يؤدون اختباراتهم بدون أي انقطاعات تقنية. وكما ذكرت لك بفضل الله تعالى 9 أيام انقضت، نسبة حضور أكثر من 98.2%، لم تتخللها التقنية في أي مستهدف من المستهدفات. لكن في حوالي 1.5% لم يلتحقوا من 41,000 طالب، لكن كانوا لظروف مختلفة طبية وغيرها أو انسحابات لم تكن التقنية سببا فيها. شكرا جزيلا لك من الأحساء مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، أشكرك.